معانا على الهاتف الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. مساء الخير واهلا بحضرتك استاذ عصام. استاذ محمد ازاي حضرتك وكل مشاهدي قناه الاهلي وكل مصر يا رب في ايام يعني بنستبشر انه ان شاء الله مع افتتاح امم افريقيا تبقى حاله مصر تليق بعنوان زي ما بقول لحضرتك دايما وبقول لكل حد بيقابلني انه عنوان مصر الجديده من 2013 بتحقق على الارض والحمد لله. ان شاء الله ويكون القادم افضل في كل الاتجاهات ومنها بالتاكيد الرياضه وكره القدم. ايه العناوين الرئيسيه او الخطوط العريضه اللي حضرتك حابب دلوقتي تذكرنا بيها واللي ركزت عليها في مقالك لتحليل هذا الاختيار واختيار الكابتن الخطيب سفيرا للكره الافريقيه في هذه البطوله؟ هو ده الكلام الحقيقي جدا، هو ده الكلام عن مكانة مصر ونجومها، عن مكانة مش بس تاريخية وعلى مستوى كمان الحاضر وإن شاء الله استشراقا للمستقبل، لأنه لما الكاف يدي مصر ب 16 صوت ببلاش البطولة اللي بثمان منتخبات إضافية يبقى من المنطق ومن الطبيعي حينما يتم اختيار سفراء للكرة المصرية أن يكون في القلب منهم أو رأس القائمة هو واحد من ألمع نجوم القارة لعبا وخلقا ويقود أيضا نادي يطور دائما في القارة، عشان بس الكلام يبقى واضح لا انحياز يعني لألوان ولا أي شيء من هذا القبيل، لأنه مش هقولك أنه القصة مصر مش بس كده ولكن أيضا القصة أن لدينا ما يبنى عليه، هكذا يتصرف كل ما يمكن أن يكون مؤسسة عظمى مؤسسة دولية تراعي تحديث بنيتها وتراعي أيضا مستقبلها. طب ده يحصل إزاي؟ يحصل بوجود حد من علامات كرة القدم ويكون الاختيار بعناية، قدم على مدار تاريخه لاعبا ما يمكن أن يكون أكثر من إضافة حتى مطورة لفكرة لاعب الكرة، أيضا إنسانيا لم يتخاذل اليوم عن التواجد في مجتمعه وفي بيئته، والأهم من هذا وذاك أنه قدم فاصل أيضا عن أخلاق النجم وبعدها تتوالى الأحداث فيتدرج إداريا لا يلتحف به فريق النجومية ليكون هو شعاره الأوحد، لكن بما لديه من علم وتخصص فيتدرج في الإدارة إلى سدة منتهاها برئاسة واحد من أهم أندية العالم وهو طبعا مؤكد هو رقم واحد افريقيا وعربيا وشرق اوسطيا ايضا. لما تبني هذا الملف وتضع ورقاته جنبا الى جنب هنا يتاكد ان اختيار محمود الخطيب سفيرا لامم افريقيا يحضر ان شاء الله في قادم الاحوال والبطولات سلا عن هذه القاره التي يعني شاهدت ملاعبها عرقه وايضا اصاباته، يعني مش عايزين نقول كمان ودماء سالت منه كلاعب كره جندي من جنود ناديه ومنتخب بلاده، ومن ثم هكذا تكون اختيارات السفراء. يعني كنت مهتم بإبراز هذا الجانب لأنه الحقيقة جانب يضيف لي ما يمكن أن يكون مستقبل مصر. أحدث مواليد المحروسة أكيد سيحكوا له قصة النجومية وقصة استفادة الوطن من نجم عاشق ليه لعبته وحبذا طبعا في كل مناحي الحياة وملفاتها الأخرى أن يحذو كل النجوم نفس الحذو. يعني هنا يا أستاذ عصام حضرتك بتشوف أنه مش بس مجد شخصي أو تكريم شخصي يستحق هذا النجم الاستثنائي الكبير الكابتن الخطيب، حضرتك بتشوف ده له انعكاساته على تقدير الرياضة وتاريخ الرياضة وتاريخ الكرة المصرية بشكل عام. مؤكد الرياضة المصرية وكرة القدم في القلب منها التي ولدت قصتها على نيل القاهرة في العام 57 أكيد هي التي يمكن أن يكون لها كل الفخر بواحد من أبنائها زي ما لينا الفخر بالأسماء التي أعلنت الأفضل لكل 50 سنة ما شاء الله بيطلع لنا داخل قائمة الأفضل رباعي على الأقل مصريين قبل ما نقول أهلوية ولا زملكاوية ولا إسماعيلاوية زي كابتن علي أبو جريشة، لكن في كل الأحوال اليقين الحقيقي أن هذا هو حق مصر، لكن من الذي يستطيع أن يأتي بحق بلاده؟ هم رجال الحقيقة أمنوا بهذا الوطن، قدموا خلاصة جهدهم وعرقهم وأخلاقهم أيضا حتى ينالوا شرف الجنسية، بقى مش هقول لك شرف المنصب، شرف الجنسية المصرية وهي لو يعلمون عظيمة، لأنه البلد دي الحقيقة تفخر وأنت تتحدث عنها وتفخر أكثر وأنت تأكد أنك مصري بغض النظر عن اللون يا استاذ محمد. يعني اكثر من سبب يبعث على التفاؤل ومؤشرات اكثر من ايجابيه ان شاء الله في الايام القليله اللي بتسبق نهائيات كاس الامم الافريقيه على ارض مصر يا استاذ عصام.
اعتقد لانه ده مؤشر واضح، لانه لكل مقام مقال، وانه كمان مؤشر حتى لجماهير او شعب الاهلي ان صح التعبير، ان هناك جديد، وان على الارض مجلس كان عنوانه الرئيسي يعني اداء بحجم الاهلي، عائله الاهلي، اراده، تطوير وكذا. اعتقد انه مزيد من المصداقيه مقابل يعني ما يمكن ان يكون جهد من مجلس محترم يقوده سفير الكره الافريقيه الان محمود الخطيب. اشكرك جدا للمشاركه معنا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت، شكرا جزيلا لك.